أن محمد خالد لهذا الوقت على بركته. برواية حفص العاصم. نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه
الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت أعوذ بالله من الشيطان خزائن السماوات والأرض ولكن
Nah, yang kita tutup dapat di sini ada kira Muhammad Farid Jahal. Akan kita baca. في رواية حفص عن عاصم. كذلك فعل الذين من قبلهم
فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا أعوذ بالله من الشيطان سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله
Yo creo que